هذه الدورة هي المرة 13 اللي بينطلق فيها أطفال من مدينة القدس باتجاه المملكة المغربية، ولكن هذه المرة إجت تحت اسم النظام البيئي والتلوث البيئي وتأثيره على المناخ. طبعا هذا المخيم هو بمنحة سامية من جلالة الملك سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله. احنا خلال 15 يوم وجودنا في داخل المملكة المغربية شفنا فعليا الثقافة المغربية وتنوعها، شفنا النظم البيئية واختلافها وتنوعها ايضا في المملكة المغربية، بالاضافة الى زيارتنا لعدة مدن لعدة مناطق اثرية وسياحية وتاريخية في المملكة المغربية اللي بتنقل حضارة وثقافة المملكة المغربية، وايضا زيارتنا الى جبل العلم اللي انطلق منه المحاربين المغاربة اللي حرروا مدينة القدس في عام 1187 واللي كانوا مع صلاح الدين الأيوبي. وهذا اللي بيوضح بأنه علاقة القدس والمغرب هي ليست علاقة عادية، هي ليست علاقة أعوام، بل هي علاقة ألف عام من التواجد والرباط والمحبة والأخوة. ووجودنا في هذا المكان يعزز هذه الروابط من خلال وجود الأطفال وتعرفهم على المملكة المغربية بشكل دائم. أنا رام زعتر من القدس، كتير مبسوطة أنه هون متواجدين المغرب. بحب أشكر الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على المنحة اللي أعطانا إياها. زلنا كتير أماكن هون بالمغرب وكتير كتير مبسوطة أنه عم نتعرف على ثقافة جديدة، على مدن جديدة بنشوفها. زلنا كتير أماكن حلوة وتعرفنا على ثقافاتهم وتعرفنا على أطفال المغرب، وعم نشوف أطفال المغرب حبهم إلنا بعيونهم كيف بيحبونا. بداية بحب أشكر الملك محمد السادس على استضافته الحلوة اللي لنا وإعطائنا هاي المنحة إن نروح على المغرب. إحنا يوم وصلنا على المغرب استقبلونا استقبال حلو وانبسطنا وروحنا على أماكن أثرية وتعرفنا على ثقافات في المغرب وشوفنا حب المغاربة لنا في عيونهم وإن القدس متربع في قلوبهم. وشكرا لكم.